إخواني الأعزة، حضرت أمامكم اليوم مع قلب حزين وأنتم مطلعون على كل شيء وتعرفون عن كل حادث، وقد بذلنا الجهد مقابل حياتنا، ولكن الحزن لا يزال مستمرا، حيث أن الشوارع في داكا وشيتاغون وخلنا ورشاهي ورنبور أصبحت ملونة اليوم بدماء إخواني. ويرغب شعب البنغال الآن في الاستقلال، ويعمل أن يعيش، ويطلب أن يتم الاعتراف بحقوقه. ما هي الجريمة التي ارتكبناها وقد أدلى شعب البنغال بأصواته ودعمه لي ولرابطة عوامي في الانتخابات؟ وكنا نتوقع أن تتعقد دورة البر زمن، حيث ندعو دستور بلادنا ونعمل على تقدم هذه الأرض، ويحصل شعب هذه البلد على الحرية الاقتصادية والسياسية والثقافية. ولكن تقول مع الآسف أن تاريخ 23 سنة ماضية كان تاريخ اتحاد شعب البنغال، تاريخ إراقة دماء شعب البنغالي، تاريخ 23 سنة ماضية تاريخ صيحة الكرب من الرجال والنساء، كان تاريخ هذه الأرض تاريخ إصباغ الشوارع وطرق السريعة بدماء الشعب. وقد تمت إراقة دمائنا في عام 1952 وفي عام 1954، وقد ردحنا في الانتخابات، ولكنه لم يتم السماح لنا بتولي السلطة حتى الآن في عام 1958، فرض أيوب خان الحكم العسكري. فعن الشعب من وضع العبودية لعشر سنين وفي السابع من شهر يونيو عام 1966، عندما قام أبناء هذه الأرض بدعم الحركة المكونة من 6 نقاط ثم قتلهم بالرصاص، وعندما تولى جنرال يحيى خان مقاليد الحكم بعد أيوب خان وعد أمام الحركة. إخواني الكرام، إنهم أعلنوا عن عقد دورة المجلس في 25 من مارس، ولم يجف حتى ذلك الحين علامات الدماء، وقلت في العاشر إن مجيب الرحمن لن يجتاز هذه الدماء للمشاركة. ما هي الجريمة التي ارتكبناها؟ إن شاء الله نضال هذه المرة هو النضال للحرية، نضال هذه المرة هو النضال للاستقلال. تعيش البنغال، جاي بنغال.